بشتغل استقرار يساعد من الجامعة يعني ما يخرب. والنعم فيك غانم، أنت خوش ريال وألف بنت تتمناك، بس أنا صرفت النظر عن الموضوع عن ابنك. خديجة أنا أحبك، أحبك وبحطك بعيوني وبغمض عليك. صدقيني ما راح تشوفين معي لك الخير. غانم حتى أنا أحب، عندي ظرف أكبر مني. صخرة، صخرة سوا شنو؟ كل اللي يحطيني عليه مناج ما تقدر عليه. فا وانا ولد ابوي، اذا انا ما اقدر من اللي يقدر؟ ممكن اروح سمنر؟ فا فا دموعك هذه تسوى وتستوي عندي. لا تبكين، ايش فيك؟ ايش مضايقك؟ صدقني ما ودك تعرف. والله ثم والله تقولي لي ما راح تسمعين الا سرك. واذا ما صدقتني؟ وليش ما اصدقك؟ لان اللي صار ما يتصدق. راح اصدقك. انا حامل. إذا مو مصدقني تقدر تروح المستشفى وتشوف الكاميرات. أنا ماني عارفة شلون أتصرف بالورطة اللي أنا فيها، وهو بالنهاية روح خايفة إني أزرقها، وإذا خليته بخسر سمعتي. الدنيا كلها ضاجت علي. الله يخليك غانم، إذا تعزني لا تكرهني الحين. على قدر ما أنت شاريني أنا شاريتك بعد. ما أدري شلون أتصرف. أمي بتكلم أمك اليوم.